بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة التالية في مادة الروبوتكس. اتكلمنا في المرة اللي قبل كده على الفورورد كيناماتكس وخدنا بعض الأمثلة. النهاردة إن شاء الله هندخل في المسألة بتاعة الإنفرس كيناماتكس. هنتكلم على الحاجة دي، هنتكلم على الإنفرس كيناماتكس بروبلم فورميوليشن، إيه هي المسألة بالظبط، وهنتكلم على الجيومتريكال أبروتش، الألجبريك أبروتش، وبعدين عن كيناماتيك ديكابلينجز. اول حاجه تعال نشوف او تعال نعرف ونتذكر تاني بالمساله بتاعه الانفرس كاينماتكس. في المساله بتاعه الانفرس خلينا الاول نرجع في المساله بتاعه الفورورد. احنا قلنا في المساله بتاعه الفورورد كاينماتكس بيكون جيفن عندي الجوينت فاريبلز اللي هي الزوايا او الحركات الانتقاليه على حسب نوع الجوينتس اللي عندي، اذا كانت ريفوليوت او بريزماتيك، ومطلوب ان احنا نحسب بوزيشن والاورينتيشن بتاعه الاند افكتور. في المساله بتاعه الانفرس كاينماتكس بيبقى الجيفن عندي هو ال desired position and orientation بتاع ال end effector، يبقى ده الموجود عندي ال desired position and orientation بتاعت ال end effector، هنديله الرمز وليكن B، ويبقى required ان انا عايز احسب ال joint variables اللي هي Q اللي احنا اديناها رمز Q، اللي هي بتمثل يا اما الحركة الدورانية لو revolute joint او الحركة الخطية لو هي prismatic joint. يبقى مطلوب ان احنا نحسب قيم الزوايا دي او الجوينت فاريبلز عموما اللي توصلنا للبوزيشن فيكتور والاورينتيشن المطلوب. فكاني المساله ان انا عايز احسب كيو از ا فانكشن اوف بي. انا بيكون عندي الهوموجينس ترانسفورميشن ماتريكس اتش اللي بتوصف لي البوزيشن والاورينتيشن بتاعت الاند فيكتور. ودي جت منين؟ جت وليكن من الفورورد كيناماتكس، ان احنا قدرنا نحسب الترانسفورميشن ماتريسيز اللي بتوصف كل كوردينيت فريم بالنسبه اللي قبله لحد ما حصلنا على الهوموجينيوس ترانسفورميشن ماتريكس تي ان 0، دي اللي هنديها الرمز اتش. فزي ما احنا عارفين دي ماتريكس 4 في 4 يعني فيها 12 ايكويشنز. لما اجي اقارنها بالانونز، ال 12 ايكويشنز دول بالنسبه يعني للان فاريبلز اللي عندي على حسب ديجريز اوف فريدم بتاعه الروبوت مانيبيليتور. فلو هو 3 ديجريز اوف فريدم يبقى انا عندي الفاريبلز اللي عندي 3 فاريبلز، لو 10 ديجريز اوف فريدم يبقى 10 فاريبلز اند سو اون. طيب احنا عندنا دلوقتي حاجتين، انا دلوقتي عايز احل المساله دي مساله نون لينير زي ما احنا شايفين قدامنا. الشكل الجنرال بتاعها ان هي مساله نون لينير، عايز احسب كيو از ا فانكشن اوف بي، عايز احسب قيم كيو اللي توصلني للبوزيشن فيكتور ده. ففي طريقتين، الطريقه الاولانيه ان نحصل على كلوزد لوب كلوزد فورم سوليوشن، والطريقه الثانيه ان انا ادور او احصل على النيوميريكال سوليوشن. طبعا الافضل بكتير ان انا ادور او ان انا لو قدرت احصل على closed form solution من ان انا احصل على numerical solution، لان ده هيخلي عمليه الكمبيوتيشن بتاعه الجوينت فاريبلز اللي توصلني لاي بوزيشن بعد كده هتلاقي تبقى عمليه سهله وسريعه، خصوصا لما الكلام ده نيجي نطبقه الريال تايم على المانيبيليتور. لكن عمليه النيوميريكال سوليوشن دي عمليه بتاخد وقت وهتأثر طبعا على الريال تايم امبلمنتيشن بتاع التكنيك ده على روبوت مانيبيوليتور. فطبعا ميزه دايما ان احنا نحاول نحصل على الانفرس كيناماتيك سوليوشن في الكلوزد فورم. فاحنا مش هيبقى مجالنا خالص ان احنا نتكلم على النيوميريكال سوليوشن، انما كل كلامنا هيبقى منصب على الكلوزد فورم سوليوشن. في عندي طريقتين ممكن في الاساس عشان احصل على كلوزد فورم، على الكلوزد فورم سوليوشن ممكن احسبه من الجيومتريكال ابروتش او من الالجبريك ابروتش. فاحنا ناخد تمهيد على الطريقه دي والطريقه الثانيه وناخد امثله على الحكايه دي. الجيومتريكال ابروتش معناها ان انا بحاول استنتج الانجلز او الجوينت فاريبلز من الجيومتري بتاع الحركه بتاعه المانيبيليتور. فمثلا على سبيل المثال لو خدنا احنا عندنا دلوقتي تو لينك مانيبيليتور بالشكل اللي قدامنا، اثنين في ريفيلي جوينتس وده بلانر يعني بيتحرك في المستوى بتاع الشاشه مش بيتحرك في الاتجاه العمودي على الشاشه، ودي دي اتش بارامترز زي ما احنا شفنا هتطلع ازاي من المره اللي فاتت. فدلوقتي لو جينا حسبنا الفورورد كيناماتكس بتاعتنا بالطريقه اللي شفناها المره اللي فاتت هنحصل في الاخر على تي 20 اللي هي حاصل ضرب اي 10 في اي 21. لما نيجي نحصل نضرب التو ماتريسيز دول ببعض هنحصل في الاخر على المصفوفه النهائيه دي. فانا دلوقتي انا عندي العمود الاخير هنا بيمثل البوزيشن بتاع الاند افكتور، والمصفوفه اللي هنا 3 في 3 دي بتمثل الاورينتيشن بتاعه الاند افكتور. فانا دلوقتي سيج ان ده بيتحرك في المستوى بتاع اكس واي، فانا عايز اعرف لو انا مثلا موجود عند النقطه دي وعايز اوصل لاي نقطه ثانيه احرك الزوايا اللي عندي هنا دول ازاي بحيث اوصل للنقطه دي. ف
فانا كاني جيب من عندي دلوقتي مين النقطه اللي انا عايز اوصل لها اللي هم الاحداثيات اكس واي، يبقى اكس واي دلوقتي دول جيفن عندي، وعايز احسب مين؟ عايز احسب سيتا واحد وسيتا اتنين. فاحسبهم ازاي؟ طبعا اول حاجه لما اجي احل الانفرس كاينماتكس اخد دايما الايكويشنز بتاعه البوزيشن فيكتور، لان الثلاثه ايكويشن، لان اول العمود الاخير هنا ده هيديني ثلاثه اندبندنت ايكويشنز مفيش بينهم اي علاقه، فدول ثلاث معادلات مفيش بينهم اي ريليشن، فاقدر استخدمهم مباشره. يبقى دي اول حاجه دايما ببدا بيها، ان انا بستخدم الايكويشنز بتاعه البوزيشن فيكتور. فانا عندي ده بتمثل الاحداثي اكس بتاعه الاند افكتور، وده بتمثل الاحداثي واي، وده بتمثل الاحداثي زد. طبعا الاحداثي زد هنا بصفر دايما، ليه؟ لان ده بيتحرك دايما في مستوى الصفحه، واحنا عندنا هنا زد زيرو اللي هو المحور العمودي على الصفحه، وبالتالي اي حركه في الاتجاه العمودي على الصفحه بتاعه الاند افكتور الحركه دي قيمتها بصفر، لان ده بيتحرك في المستوى. يبقى اذا انا عندي اللي بيتغير هنا الاحداثي اكس واي بتاعه الاند افكتور فقط. يبقى احداثي اكس عندي اللي انا عايزه في اي لحظه هو عباره باجي ممكن اخده من المعادله دي، واحداثي واي اخده من المعادله الثانيه. عن طريق المعادلتين دول بحاول اطلع سيتا 1 وسيتا 2، ده كده الالجبريك سوليوشن. انما في الجيومتريك سوليوشن بحاول اطلعها من الجيومتري. فتعال نشوف ازاي ممكن نطلعها من الجيومتري. احنا طبعا زي ما قلنا دي بقى المعادلتين زي ما احنا شايفين كده دول معادلتين نون لينير، يعني هما المعادلتين هنا بيظهر لي فيهم الساين والكوزاين. يعني عشان اجي اطلع سيتا واحد في الناحيه الشمال وسيتا اتنين في الناحيه الشمال، انا كده بتعامل مع معادلات نون لينير بسبب وجود الدوال المثلثيه اللي عندي. فده اولا بيخلي التعامل معها مع هذه الايكويشنز تعامل مش سهل، ثانيا ممكن يبقى عندي اكتر من حل، اكتر من حل، او ممكن ما يكونش في حل اصلا. لو انا بدور على الكلوزد فورم سوليوشن ممكن من الايكويشنز دي ما يكونش ليها اكسبليسيت سوليوشن. طيب تعال الاول نشوف ازاي ممكن نطلع الجيومتريك سوليوشن ده. تعال نطلع ازاي الجيومتريك سوليوشن. لو عندنا اهو اللينك الاولاني هنا طوله A1، واللينك الثاني اللي هو طوله A2، ودي الحركه بتاعت اللينك الاولاني، الزاويه اللي بيعملها اللينك الاولاني سيتا 1، ودي الزاويه اللي بيعملها اللينك الثاني ومقدارها سيتا 2. لو جينا بصينا على، لو جينا وصلنا النقطه دي من الريفرنس لحد الاند فيكتور وسمينا الطول ده سي، سمينا الطول ده سي، وجينا هنا تعال بص هنا في الرسمه دي، ادي اهو ادي دي نفس الرسمه اللي هناك بالظبط، بس ايه ابسط عشان نقدر نطلع منها الجيومتري ده. هنيجي نلاقي هنا ايه اللي سي تربيع عندي، يعني مربع الضلع ده عباره عن ايه؟ A1 تربيع زائد A2 تربيع زائد 2 A1 A2 كوزاين سيتا 2. تعال نشوف دي جت ازاي، تعال نوضحها في السلايد اللي بعدها اهو. لو انا جيت من النقطه دي رحت عامل عمود على امتداد لينك 1، يعني الزاويه اللي قدامي دي زاويه 90 درجه، يبقى انا عندي الزاويه هنا اللي هي سيتا 1، وعندي الزاويه هنا سيتا 2، وانا خدت اسقطت عمود مباشره على امتداد اللينك اللي هو امتداد لينك 1. فاجي هبص هنا على المثلث القائم الكبير ده، انا عندي الضلع ده اللي هو ايه اللي احنا سميناه سي، يبقى هنا سي تربيع اللي هو مربع الضلع ده عباره عن ايه؟ مربع الضلع ده كله زائد مربع الضلع الثاني ده كله، مش كده؟ طيب مربع الضلع خلينا ناخد ده الاول، مربع الضلع ده بيساوي ايه؟ الضلع ده عباره عن هنا انا عندي، لو جينا بصينا على المثلث الصغير ده اهو، ده برضه مثلث قائم، الوتر بتاعه اللي هو ده اللي هو A2، والضلع ده هو المقابل لزاويه ثيتا 2، يبقى الضلع ده عباره عن ايه؟ عباره عن A2 ساين ثيتا 2، مش كده؟ يبقى الضلع ده لوحده عباره عن A2 ساين ثيتا 2. طيب تعالى عايزين نحسب طول الضلع الكبير ده عشان في المثلث اللي هو الكبير اللي قصادنا. طيب طول الضلع الكبير ده عباره عن ايه؟ عباره عن الطول ده اللي هو طول اللينك الاولاني اللي هو واحد A1 زائد طول الجزء الثاني. طول الجزء الثاني ده عباره عن ايه؟ عباره عن A2 كوزاين سيتا 2 من المثلث الثاني، من المثلث اللي هو الصغير ده. يبقى من المثلث الصغير الحته دي لوحدها بس عباره عن A2 كوزاين سيتا 2، وبجمع معاها اللي هي الحته دي يبقى A1. يبقى كان الضلع ده كله على بعضه عباره عن ايه؟ عباره عن A1 زائد A2 كوزاين سيتا 2، والضلع ده عباره عن ايه؟ A2 ساين سيتا 2. يبقى انا لما اجي ابص على المثلث الكبير القائم ده، يبقى انا عايز اطلع الضلع ده اللي هو الضلع سي، يبقى هقول ان سي تربيع عباره عن مربع ده زائد مربع الضلع الثاني، يبقى A2 ساين سيتا 2 كل ده تربيع، زائد طول الضلع ده كله تربيع اللي هو A1 زائد A2 كوزاين سيتا 2 كل ده بعضه تربيع. لما اربع، لما اجمع الاثنين دول واربعهم بالشكل اللي احنا قلنا عليه هيطلع لي ان سي تربيع بتساوي الكلام ده، ما فيهاش اي مشكله، يعني نجربها هنلاقي ان هيطلع لي دي مباشره. يبقى هنا اذا عرفنا من ازاي طلعنا ان الايكويشن دي جت منين، ان سي تربيع بتساوي A1 تربيع زائد A2 تربيع
زائد 2 اي 1 اي 2 كوزاين سيتا 2 من الفكره اللي احنا قلنا عليها. طيب في نفس الوقت تعال نبص على حاجه ثانيه. انا دلوقتي انا عندي الضلع اللي هو ضلع سي، هنعملها هنا تحت عشان ايه بعيد عن المثلث اللي فوق. انا عندي اهو الضلع اللي هو سي ده، برضو ممكن اخده في مثلث ثاني قائم اللي هو ايه اللي هو الكوردينيتس بتاعت الاند فيكتور. يبقى انا لو نزلت كده عمودي هنا لحد تحت خالص، يبقى بصيت على المثلث الكبير ده، الضلع ده اللي هو عباره عن مين؟ عباره عن الاحداثي اكس بتاعت الاند فيكتور، والضلع الرأسي ده عبارة عن الإحداثي واي بتاعت الإند فيكتور. يبقى من المثلث الكبير ده يبقى الطول ده الضلع ده اللي هو سي، سي تربيع هيساوي إيه؟ إكس تربيع زائد واي تربيع. يبقى أنا عندي من المثلث ده عرفت إن سي تربيع بتساوي الكلام ده، ومن المثلث القائم التاني سي تربيع برضه بتساوي إكس تربيع زائد واي تربيع. يبقى أنا لو سويت دول ببعض، لأن الطرف الشمال واحد في المعادلتين، سويت المعادلتين دول ببعض اقدر احصل على مين؟ اقدر احصل على كوزاين سيتا 2، لان هي هتبقى المجهول الوحيد عندي لما اساوي الطرف ده بالطرف ده، هيبقى المجهول الوحيد عندي هو كوزاين سيتا 2، يطلع لي اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص اي 1 تربيع ناقص اي 2 تربيع على 2 اي 1 2. يبقى كده احنا طلعنا كوزاين سيتا 2 as a function of x and y. يبقى اكس واي ده اللي هو البوزيشن بتاع الاند افكتور. يبقى من دول قدرنا نعرف سيتا 2 تبقى قد ايه. يبقى سيتا 2 تبقى قد ايه؟ هتبقى عباره عن كوزاين ماينس 1 الكلام ده. طيب لو احنا قلنا احنا عارفين طبعا ان كوزين تربيع زائد ساين تربيع بيساوي واحد، بيساوي واحد. يبقى اذا ساين سيتا 2 بيساوي بلس ماينس جذر واحد ناقص دي تربيع، دي تربيع، والدي اللي هو ايه؟ اللي هو اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص اي واحد تربيع ناقص اتنين اي اتنين تربيع على اتنين اي واحد اتنين. يعني كاني برضو جبتها، كاني جبتها من المثلث اللي هو ده، المثلث اللي قصادنا اللي انا جبت منها بقى ايه؟ ساين سيتا 2، ساين سيتا 2. يبقى هنا يطلع لي سيتا 2 يطلع لي بلس ماينس، لان انا عندي سكوير روت 1 ناقص دي تربيع. يبقى سيتا 2 بتساوي ايه؟ تان ماينس 1 ساين على كوزاين، ساين اللي هو الكلام اللي قدامي ده، وكوزاين اللي هو ايه؟ اللي هو اللي احنا طلعناه قبل كده اللي هو مين؟ اللي هو الدي، لان هو الدي هنا زي ما انتم شايفين عباره عن ايه؟ اللي هو اللي احنا حسبناه من المره اللي فاتت ده اللي هو الدي. يعني كان ده كله على بعضه هو اللي سميته الدي. خلاص يبقى اذا هنا عندي تو سوليوشنز، لان عندي بلس وماينس هنا الاثنين ايه؟ الاثنين ينفعوا. طيب احنا دلوقتي حسبنا سيتا 2، حسبنا سيتا 2 من جيومتري ممكن نطلعها ازاي. طيب سيتا 1 اطلعها ازاي؟ لو جينا بصينا على المثلث الكبير ده، لو سمينا الزاويه دي كلها فاي، الزاويه دي كلها فاي، يبقى سيتا 1 عباره عن ايه؟ عباره عن فاي ناقص الفا، يعني الزاويه دي كلها ناقص الزاويه اللي جوه دي. طيب يبقى اذا لو عرفت اطلع احسب فاي والفا من الجيومتري، يبقى كده انا قدرت احسب سيتا 1. تعال نشوف فاي بنطلعها ازاي. فاي اللي هي الزاويه الكبيره دي كلها، ممكن لو انا جيت بصيت على المثلث القائم الكبير اللي احنا عملناه قبل كده، يبقى فاي دي عباره عن ايه؟ تان ماينس 1، تان ماينس 1 المقابل اللي هو احداثي واي على المجاور اللي هو احداثي اكس، اللي هم بيمثلوا البوزيشن بتاع الاند فيكتور. كده احنا طلعنا وفاي. طيب لو عايزين نطلع الفا، الفا نطلعها ازاي من المثلث اللي احنا عملناه قبل كده اللي هو ده؟ الفا هطلعها ازاي؟ تان ماينس 1 الضلع ده على الوتر، مش كده؟ الضلع ده اللي هو اي 2 ساين سيتا 2 على سوري احنا بنحسب التان، يبقى المقابل على المجاور، يبقى اي 2 ساين سيتا 2 اللي هو ده على اي 1 زائد اي 2 كوزاين سيتا 2 اللي هو بتمثل الضلع ده كله اللي هو المجاور لزاويه الفا. يبقى اذا انا فاي عندي ايه عارفها؟ تان ماينس 1 واي على اكس، والفا اللي هي تان ماينس 1 ده على ده. كده لو انا طرحت الاثنين دول من بعض ده يديني ايه؟ يديني سيتا 1. ونلاحظ هنا ان سيتا 1 وان سوليوشن، ما عنديش حاجه فيها اشارات، يبقى سيتا 1 تطلع لي ايه؟ تطلع لي حل واحد. يبقى ادي سيتا 1 اللي عندي. كده يبقى احنا طلعنا الانفرس كاينماتيك سوليوشن بتاعت الروبوت مانيبيوليتر اللي عندي اهو. يبقى سيتا 2 تان ماينس 1 الكلام ده، وفي هنا عندي اشارتين، يبقى عندي تو سوليوشنز سيتا 2 وسيتا 1 تان ماينس 1 واي على اكس ناقص تان ماينس 1 الطرف اللي احنا قدامنا ده. يبقى اذا زي ما احنا اتفقنا كده عندي حلين. ايه معنى الحلين دول؟ معناها ان انا نفس النقطه اللي عندي دي ممكن اوصل لها بوضعين، يعني ممكن اطلع بزاويه فوق وبعد كده اوصل هنا، او انزل بزاويه تحت واوصل لنفس النقطه دي. ده اللي هم الوضعين المشهورين اللي هم بيسموهم ايه؟ البو اب والبو داون. طيب هل السوليوشن اللي انا طلعته ده، هل ده سوليوشن فاليد؟ يعني هل ده سوليوشن صحيح ولا لا؟ يعني ايه سوليوشن صحيح؟ انا طلعت كوزاين سيتا 2 بتساوي الكلام ده. طبعا الكوزاين احنا عارفين ان قيمتها الابسولوت فاليو بتاعتها لا يمكن تزيد عن واحد، يبقى لازم قيمه الكوزاين تكون محصوره من سالب واحد لواحد. ده معناه ايه؟ معناه ان لازم الكسر اللي عندي ده يكون اكبر من سالب واحد واقل من او يساوي واحد.
فهنا لو جينا ضربنا بقى الطرفين وسطين، ده معناه ان اكس تربيع زائد واي تربيع لازم تكون اكبر من او يساوي اي واحد ناقص اي اتنين تربيع، واقل من او يساوي اي واحد زائد اي اتنين تربيع، عشان الايدنتيتي اللي قدامي دي الانيكواليتي اللي قدامي دي ايه تتحقق. طيب ايه معنى الكونديشن اللي طلع لي ده؟ ايه معنى ان الاحداثي اكس واي بتاع الاند فيكتور لازم يكون اكبر من المسافه دي تربيع، ولازم يكون اقل من المسافه دي تربيع؟ ده معناه ايه؟ معناه احنا لو بصينا هنا، دي معادله دايره ودي برضو معادله دايره، معناها ان الاند فيكتور ممكن يوصل، النقط اللي ممكن يوصل لها هي نقط موجوده في هولو ديسك، يعني ديسك مفرغ من الداخل. القطر الخارجي بتاعه اي واحد زائد اي اتنين، والقطر الداخلي بتاعه اي واحد ناقص اي اتنين. وبالفعل احنا لو تخيلنا الحركه بتاعت لينك اتنين خدناها من اقل امتداد لاقصى امتداد، هنلاقي ان فعلا النقاط اللي بيوصل لها اللي يقدر يوصل لها الاند فيكتور في السبيس اللي بيتحرك فيه، في الورك سبيس اللي بيتحرك فيه المانيبيليتور، هي نقاط موجوده في هولو ديسك. ده القطر الداخلي بتاعه وده القطر الخارجي. طبعا كل ما قل الفرق ما بين اي واحد واي اتنين، القطر بتاع الفراغ الداخلي بتاع الديسك الداخلي ده هيقل. فلو وصلنا مثلا اي واحد بتساوي اي اتنين، ده معناه انه ممكن يوصل لحد النقطه دي، لحد الاوريجين، يعني الاند فيكتور ممكن نظريا طبعا عند اقل امتداد لي يقدر يوصل عند النقطه دي. لكن طبعا كل جوينت لها ليميتيشن، ففي كل الاحوال قد يكون من الصعب ان هو يوصل للنقطه دي حتى لو كانت الاطوال متساويه. يبقى ده الجيومتريك سوليوشن. يبقى ببساطه الجيومتريك سوليوشن انا بحاول بعمل اناليسيز للجيومتري بتاع الحركه بتاعت المانيبيليتور، ومن الاناليسيز ده بحاول اطلع الـ الزوايا او الجوينت فاريبلز as a function of position as a function of position بتاع الاند فيكتور. فكده معناها اني عند اي لحظه لو انا عايز اعرف قيم الزوايا، لو انا مطلع كلوزد فورم سوليوشن، لو عايز اعرف الزوايا اللي توصلني عند بوزيشن معين هعوض تعميد مباشر واطلع الزوايا دي. طيب الالجبريك سوليوشن ده بجيبه ازاي؟ انا باجي عندي هنا اهو، انا دايما ببتدي من فورورد كينماتكس. يبقى اول حاجه بطلع الماتريكس بتاعت الفورورد كينماتكس اللي توصف لي البوزيشن والاورينتيشن بتاعت الاند فيكتور. وبعدين انا عايز اعرف مثلا على نفس المثال قيم اكس واي سيتا 1، قيم سيتا 1 وسيتا 2 اللي توصلني لاي اكس واي انا عاوزهم. فهقارن اكس واي هنا باول صفين في العمود الاخير، يبقى اكس بتساوي الكلام ده واي بتساوي الكلام ده، واحاول من المعادلتين دول اطلع الحل بتاع سيتا 1 وسيتا 2. كده يبقى انا حصلت على اللي هو الالجبريك سوليوشن. طيب هنحلهم ازاي؟ طبعا المساله دي ما لهاش حل سيستماتيك، ده احد الصعوبات الموجوده في الانفرس كينماتكس. ما عندناش سيستماتيك ابروتش نقدر نطلع منه لما يكون عندي سيت اوف نون لينير ايكويشنز بالشكل ده، ان ازاي اطلع منهم الفاريبلز بتاعتهم. انما كل مساله كانها كيس باي كيس او كانها سبيشال كيس، فانا طبعا محتاج ان انا افكر واقعد احاول ادور على حل بحيث اني اقدر اطلع الزوايا دي از ا فانكشن في البوزيشن والاورينتيشن بتاعت الاند فيكتور. ممكن اقدر اوصل، ممكن ما اقدرش اوصل، ممكن تطلع لي اكتر من حل. كل دي حاجات ممكن تقابلنا واحنا بنحل الانفرس كينماتكس، ودي احد مصادر الصعوبه بتاعته. فاحنا لو وصلنا المعادلتين دول ممكن نعمل ايه؟ لو احنا ربعنا الطرفين، يبقى لو قلنا اكس تربيع هنربع الطرف اللي في الناحيه الثانيه، يبقى عباره عن مربع الترم الاول زائد مربع الترم الثاني زائد الاول في الثاني في 2. وربعنا واي تربيع نفس الكلام، وجمعنا المعادلتين دول مع بعض، هنلاقي ان احنا لو عملنا الحكايه دي، انا طبعا الستبس يعني هسيبك انت تعملها، اعملها على البيبرز، هتلاقي الموضوع بسيط، تعويض مباشر، وهنستخدم فيها الاختصارات والايدنتيتيز بتاعت التراجينومتريك فانكشنز. هنلاقي ان احنا هنوصل للحل ده، هنوصل ان دي هتساوي اكس واي اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص اي واحد تربيع ناقص اي اتنين تربيع، هتساوي 2 اي واحد 2 كوزاين سيتا 1 في كوزاين سيتا 1 زائد سيتا 2 زائد ساين سيتا 1 مضروب في ساين سيتا 1 زائد سيتا 2. طب انا عندي كوزاين كوزاين زائد ساين ساين، احنا شفنا المفكوك ده عباره عن ايه؟ عباره عن كوزاين الفرق بين الزاويتين، يبقى كوزاين الفرق ما بين الزاويه دي والزاويه الثانيه، يبقى كوزاين سيتا 1 ناقص الزاويه الثانيه اللي هي سيتا 1 زائد سيتا 2 اللي هو يديني كوزاين سالب سيتا 2، واحنا عارفين ان الكوزاين دي زاويه فانكشن فانكشن ايفن فانكشن مش اود فانكشن. فده معناه ان كوزاين سالب سيتا بتساوي كوزاين سيتا، يبقى ده هيديني 2 اي 1 2 كوزاين سيتا 2. منها يبقى احنا طلعنا كوزاين سيتا 2 بتساوي الكلام ده اكس تربيع زائد واي تربيع ناقص اي 1 تربيع ناقص 2 تربيع على 2 اي 1 2. لو سمينا ده دي
يبقى ساين ثيتا هتساوي بلس ماينس جذر واحد ناقص دي تربيع، لان كوزين تربيع زي ساين تربيع بتساوي واحد. ومن هنا هنقدر نطلع ثيتا 2 اللي هي تان ماينس 1 بلس اور ماينس السكوير روت بتاعت الترم ده على دي، فده معناه برضو ان انا عندي التو سوليوشنز. طيب لو انا عايز اطلع ثيتا 1 كده احنا طلعنا ثيتا 2 اناليتيكالي او من الالجبريك ابروتش. طب لو عايز اطلع ثيتا 1 اطلعها ازاي؟ لو جينا هنا رجعنا لنفس المعادلتين اللي احنا بنشتغل عليهم، يبقى هنا اكس بتساوي اي 1 ثيتا 1 اي 1 كوزين ثيتا 1 زائد اي 2 كوزين ثيتا 1 2، وفكينا كوزين ثيتا 1 2 دي اللي هي عباره عن كوزين ثيتا 1 زائد 2، يبقى دي كوزين مجموع زاويتين، فده هيديني كوزين كوزين ناقص ساين ساين، يبقى ده هيساوي اي 1 سي 1 زائد اي 2 سي 1 سي 2 ناقص اس 1 اس 2. طيب وهنا نفس الكلام، انا عندي المعادله الثانيه اللي انا بشتغل عليها واي بتساوي اي 1 ساين ثيتا 1 زائد اي 2 ساين ثيتا 1 زائد ثيتا 2، هفك ساين مجموع زاويتين اللي هو عباره عن ايه كوزين ساين زائد ساين كوزين، فده يديني اي 1 ساين ثيتا 1 زائد اي 2 كوزين ثيتا 1 ساين ثيتا 2 زائد ساين ثيتا 1 كوزين ثيتا 2. لو بصينا هنا على المعادلتين دول، طبعا احنا دلوقتي بنشتغل بعد ما طلعنا ثيتا 2، يبقى خلاص ثيتا 2 دلوقتي بقت معلومه بالنسبه لي بقدر احسبها، ان يعني احنا لو عارفين اكس وواي دلوقتي ثيتا 2 خلاص عرفنا نحسبها، عرفنا نحسب ثيتا 2. بمعنى اخر ان كوزين ثيتا 2 وساين ثيتا 2 دول مش مجاهيل، المجاهيل الوحيده دلوقتي اللي انا بدور عليها هم الحاجات المتعلقه بثيتا 1 اللي هي كوزين ثيتا 1 وساين ثيتا 1. فلما ببص على المعادلتين دول اللي قدامي هلاقي ان هم معادلتين لينير، يعني معادلات خطيه في ثيتا 1 وفي يعني في كوزين ثيتا 1 وكوزين ثيتا 2 اللي هم لونهم معمول بالاحمر ده. طالما ان هي معادلات خطيه يبقى انا اقدر احلها بكرامر رول، يبقى ممكن نكتبها في الماتريكس فورم. يبقى اكس بتساوي هنا اهو اي 1 زائد اي 1 اهو زائد اي 2 سي 2، دول هما الاثنين مضروبين في سي 1، وهنا ماينس اي 2 اس 2 اللي جاي منين اهو 2 اس 2، يبقى ماينس اي 2 اس 2 مضروبه في اس 1. يعني انا ضربت الصف الاول في العمود ده هيديني نفس المعادله دي بالظبط، ونفس الكلام احط دي في الماتريكس فورم، يبقى انا لو ضربت الصف الثاني في العمود ده هيديني نفس المعادله دي بالظبط. طبعا انا دلوقتي عايز احسب سي 1 واس 1، دول هجيبهم ازاي؟ ان انا اضرب الطرفين في الانفرس بتاعه الماتريكس اللي قدامي دي، يبقى ده متوقف على ايه؟ لو الانفرس ده موجود يبقى انا فعلا هقدر احسب سيتا 1 وكوزاين سيتا 1 وساين سيتا 1، لو الانفرس ده مش موجود ما اقدرش احسبه، يبقى اذا ما اقدرش احسب دول بشكل مباشر. طيب ايه شرط الانفرس؟ طبعا اول حاجه لازم تكون دي سكوير ماتريكس، ده متحقق عندي، والحاجه الثانيه ان يكون قيمه المحدد بتاعها اكبر من صفر. فلو جينا نبص على قيمه المحدد هنضرب ده في ده ناقص ده في ده هيديني اي 1 تربيع زائد اي 2 تربيع زائد 2 اي 1 اي 2 كوزين سيتا 2، فده دايما اكبر من صفر بغض النظر عن قيمه سي 2. حتى لو سي 2 هنا بالسالب برضو هتبقى الترم اللي عندي ده بقيمه موجبه، يبقى المحدد دايما قيمته موجبه. يبقى اذا اقدر احسب دايما سي 1 واس 2 بان اضرب الطرفين في الانفرس بتاعت الماتريكس دي، وبكده يبقى احنا حصلنا على مين؟ حصلنا على كوزين سيتا 1 وساين سيتا 1، منهم اروح اقدر احسب منهم سيتا 1 اللي هي تان ماينس 1 الساين على الكوزين. طيب تعال ناخد مثال تاني، لو انا عندي روبوت بالشكل ده ريفوليوت بريزماتيك، يبقى الاولى ريفوليوت الثانيه بريزماتيك. حسبنا الفورورد كينيماتكس هنا هنلاقي هنوصل للمصفوفه النهائيه اللي هي عباره عن دي 2 ساين سيتا 1 ناقص دي 2 كوزين سيتا 1 ودي ال 1. طيب لو انا عايز احسب سيتا 1 ودي 2 از ا فانكشن اوف اكس وواي وزد، يبقى هقارن العمود الاخير ده في الهوموجينس ترانسفورميشن ماتريكس باكس واي زد الاحداثيات بتاعت الاند فيكتور، يبقى اكس هتساوي الترم الاولاني، واي هتساوي الترم الثاني، زد هتساوي الترم الثالث. يبقى احنا دلوقتي محتاجين نطلع سيتا 1 ودي 2 بشكل اكسبليسيت بشكل صريح، هنشوف ممكن نطلعهم ازاي. طبعا من هنا لو قسمنا دول على بعض مباشرة دي 2 هتروح مع دي 2 هيديني ساين على كوزين، يديني ايه؟ ماينس اكس على واي، فكده لو جبت تان ماينس 1 الترم ده يديني سيتا 1 مباشرة. طيب الدي 2 اطلعها ازاي؟ لو انا ربعت اكس تربيع واي تربيع وجمعت دول مع بعض هيبقى عندي دي 2 تربيع ساين تربيع سيتا 1، وهنا دي 2 تربيع كوزين تربيع سيتا 1. لو جمعت الاثنين دول مع بعض ساين تربيع زائد كوزين تربيع هتبقى قيمتهم بواحد، وتبقى لي دي 2 تربيع اللي هي تساوي اكس تربيع زائد واي تربيع، يبقى في الحاله دي دي 2 تساوي السكوير روت بتاعت اكس تربيع زائد واي تربيع. يبقى كده احنا طلعنا كده المساله خلصت، كده احنا حلينا الانفرس كينيماتكس، طلعنا سيتا 1 ودي 2 دول هم الجوينت فاريبلز فانكشن اوف اكس وواي.
function of x و y. طيب لو خدنا مثال ثالث اهو، لو عندي روبوت 3 ديجري فريدمز، الاولى ريفوليوت والاثنين التانيين بريزماتيك. الاول هنحسب الفورورد كيناماتكس بتاعت الروبوت مانيبيليتور، هيطلع لي الماتريكس اللي عندي دي، وبعدين عايز احسب الفاريبلز اللي عندي اللي هنا اللي هم مين، سيتا 1 دي 2 دي 3. فهاخد العمود الاخير من الهوموجينس ترانسفورميشن ماتريكس، هقارنه باكس وواي وزد، واحاول من الثلاث معادلات دول اطلع السيتا 1 والدي 2 والدي 3. تعال نشوف ممكن اطلعهم ازاي. طبعا دول يعني سيتا 1 دي 3 هنطلعهم زي المره اللي فاتت بالظبط، نفس القصه بالظبط. يبقى سيتا 1 تان ماينس 1 سالب اكس على واي، ودي 3 هتساوي السكوير روت بتاعت اكس تربيع زائد واي تربيع، ودي 2 هطلعها من دي مباشره، دي 2 هتساوي عباره عن ايه؟ زد ماينس دي 1. زد ده الكوردينيت بتاع محور زد اللي عايز اوصل له للاند افكتور، فده جيفن. ودي 1 ده اللي هو الطول الاولاني، الطول الاولاني ده قيمه فيكسد لان الجوينت الاولانيه ريفوليوت مش بريزماتيك، يعني ده طول اللينك الاولاني ما هوش فاريبل مش متغير. فدي 2 برضو اتحسبت كده، يبقى احنا طلعنا اللي زي ما احنا شايفين قدامنا كده، طلعنا الانفرس كيناماتيك سوليوشن بتاع الاند افكتور. طيب لو جينا بقى لحاجات اكبر من كده، يعني لو جينا الروبوت مانيبيوليتور 6 ديجريز اوف فريدم بالشكل اللي قدامي ده زي الستانفورد مانيبيوليتور، فانا عندي 6 ديجريز اوف فريدم، الاثنين الاولانيين ريفوليوت والثالثه بريزماتيك، وبعدين عندي الثلاثه الاخرانيين دول ريفوليوت جوينتس بتوع الريست بتوع الريست. فدي لو جينا حسبنا الفورورد كيناماتكس بتاعت الروبوت مانيبيوليتور هنيجي يطلع لي اللي هو تي 6 0، هيطلع لي ماتريكس الاليمنتس اللي جواها اللي احنا شايفينها دي بالرموز، ادي هم القيم بتاعتهم. هنلاقي ان القيمة الأولانية اللي هي ار 1 هتساوي كل الترم اللي قدامنا ده، ار 2 بتساوي كل الترم اللي قدامنا ده لحد ما نوصل لحد باقي الترمات لحد دي اكس ودي واي دي زد اللي هي الثلاث قيم اللي عندنا دول. فهنا لو عايز احسب الانفرس كيناماتيك سوليوشن بالالجبريك ابروتش، هلاقي طبعا ان الموضوع هنا صعب جدا. لو انا هاجي اتعامل مع الثلاث معادلات دول زي ما احنا شفنا المرة اللي فاتت، اول حاجة اتعامل مع الثلاث معادلات دول عشان اطلع المجاهيل اللي في الطرف اليمين، هلاقي ان الموضوع ما هواش سهل. ففي الحاله دي هنتغلب على المشكله دي بان احنا نعمل حاجه اسمها ايه؟ كايناماتيك ديكابلنج، بان احنا هنفصل اول ثلاثه جوينتس عن اخر ثلاثه جوينتس ونحاول نطلع الانفرس كايناماتيك سوليوشن ليهم هما الاثنين. هنشوف الحكايه دي هنعملها ازاي ان شاء الله في المحاضره القادمه. يبقى احنا دلوقتي اتدربنا او يعني شفنا امثله على ازاي نطلع الانفرس كايناماتيك سوليوشن بتاعت روبوت مانيبيليتورز لحد 3 ديجريز اوف فريدم او حتى 4 ديجريز اوف فريدم مفيش مشكله. لكن لو اكبر من كده، لو انا عندي في ريست في الاخر، في الحاله دي هيبقى الموضوع ان انا اتعامل معاهم بالشكل الالجبريك مباشره بالالجبريك ابروتش هيبقى الموضوع صعب. ولكن عشان نسهل الحكايه دي هنعملها وهنلجا ان احنا نعمل اللي هو الكيناماتيك ديكابلنج، ودي ان شاء الله هنتكلم عنها في الجزء الثاني من المحاضره. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.